انتي مين؟ مبتسمة على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا رحنا عند بطة؟ اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انتي قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي. لا مؤاخذة يا هوانم، الشنطة بس عايزين نفتشها. اوكي. لا 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 مش بتتفتح كده، هتبوظها يا متخلف. اهي. ايه ده جايبة سندوتشات؟ سندوتشات؟ بس بس. اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا، واي نوت. ما تيلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس. فيها قنبلة، خلي بالك في السوستة. ها؟ بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. ماشي. انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع اهو، ورد اهو. وعشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط، يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي؟ لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده. اخر مره جيته كنت في سنه تانية ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل. انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت، كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت، ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده ماشي، حط خد منديل اهو. ايه يا وكاله من غير بواب؟ في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول. ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ اتفضل. حاجه كده او كده، معادن، لانشون او اي حاجه. ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي، استنى لما افتشك. اهو يا بيه معاك ممنوعات، انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار. يا بيه لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمد قوي. اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا ليميت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. اتفضل. طب تدخل للمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بس السقف تحفه ازاي؟ واو. بص بص الله جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف، احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده؟ لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضه الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلوك بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده؟ لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوش، بقول لك ايه، مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكة دي بني آدمة يعني كان عندها قايمة مسجلة فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبة القايمة مع أمها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السين والأركوبال بتاع الملكة. ايه ده؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات؟ أكروبات؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات، كانت بتشعل على الترابيز، عارف الترابيز؟ البنج. بنج ايه؟ الكسبان على الترابيز. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. ايه ده؟ هو احنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جاي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه اللي وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن هيسرقوا منك اللغه كده، هيلقطوها. جايز العقد ده حلو بس. بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي، ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي؟ مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبوظ. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. تخافش يا عم مش هصح العقد. ها
وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده، مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني، لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. بس يا سيف بس. بصوا انتوا دلوقتي تطلعوا بره، اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكوا. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانية فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه فاهمه. اوكي انتوا اطلعوا وانا وسيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك. استر عليا يا هاني. ابدا، هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي الصوت اللي بره ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيقه كده. انت عاشقها يا كلب، كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري. اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد، مش قادر اسرق. خلاص نروح على الواد ونروح. هو ده اللي انا حبيته، كفايه ان هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حد. اوكي watch and learn. يا نهار اسود، الامن جاي، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. Personne ne me touche. Je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. Je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. Je ne connais même pas cet imbécile. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Il sait tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزية عشان لابسة برنيطة؟ انا كمان مش مصري لكن اخاب مصري كتير. وخيات الحسين، اسمعوني انا كوستا، كوستا اليوناني. رين تليليلين تلين، انا كوستا، اسمعوني انا عايز الكونسول بتاعي، انا كوستا اليوناني.